وصدارة هذا الشوط وأرى غالية اللي قادت المجموعة بشعار حمد أبا السلطان بن علي السبوسي متابعا لغالية على مقدمة هذا الشوط والمقدمة. نتابع المركز الثاني وأرى الظبي عبد الله بن سعيد بن راشد الخاطري يتقدم على مستوى المركز الثاني. ثالث المراكز مختارة من الجانب الآخر لأحمد بن عتيج بن علي بن راشد الاكتبي متابعا لهذا الانطلاق. ومع المركز الرابع تتسلل شواهين لمحمد بن حمد بن سالم الاكتبي. ننطلق مع المركز الخامس والاسم القادم في هذه اللحظات والقدوم من قطنة بشعار طارش بن سلطان بن طارش متابعا لقطنة. مع المركز الخامس سادس المراكز التقدم والتسلل لانذار لحمد بن سالم بن محمد المدهوشي بين بدء طرقنا مع المركز السابع. سابع التحديات والاسم القادم ربشة لعبد الله بن سعيد بن راشد اليابري بين بدء طرقنا مع المركز الثامن. بأرى قمة تتسلل مع المركز الثامن وتحديات خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة من يسير بتحدياته قمة مع المركز الثامن. المركز التاسع تاسع الانطلاقات الشاهينية لعبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي متابعا لتقدم الشاهينية مع المركز التاسع. وعاشرا أرى القدوم في هذه اللحظات وحايل من تتسلل مع المركز العاشر مبارك بن محمد بن ثاني بن قطام السويدي يعلن تقدم حايل مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا المسار وفي هذا الانطلاق المتميز. كما أرى هناك أيضا أسامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية. ولكن لنا عودة مع الصدارة ومع سكان المقدمة ومع تحديات هذا الشوط والظبي اللي قادت المجموعة. الظبي اللي انطلقت بناموس هذا الشوط وفي هذا التحدي المسائي الجميل والرائع عبد الله بن سعيد بن راشد بن سلومه الخاطري من يقدم تحديات الظبي وهي تقود هذه الجموع تنطلق بزمام هذا الشوط. وعلى راس الحربة تقدم احلى عروضها المسائية الجميلة والرائعة. نتابع المركز الثاني نتابع التقدم في هذه اللحظات والتسلل لربشة عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري يقدم ربشة على مستوى المركز الثاني. نتابع المركز الثالث ومن الجانب الآخر القدوم من غالية لحمدان بن سلطان بن علي السبوسي يتقدم أيضا هذا الشعار على مستوى المركز الثالث بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع. ومن الزاوية الأخرى انذار لحمد بن سالم بن محمد المدهوشي القادمة من السلطنة أيضا للمشاركة في تحديات هذا الشوط. ومع المركز الخامس نتابع التقدم لمختار لأحمد بن عتيج بن علي بن خفية من يتابع هذا الاسم على مستوى المركز الخامس. سادس الانطلاقات سادس التحديات وصلت الأسامي وأرهني قطنة مع المركز السادس طارش بن سلطان بن طارش بالقوبة من يتابع تقدم قطنة مع المركز السادس. دور المركز السابع وشعار بن سريم قادم في هذه اللحظات مع شواهين محمد بن حمد بن سالم الاكتبي يقدم تحديات شواهين مع المركز السابع بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن والمجموعة القادمة في هذه اللحظات حيث أن السبع المراكز الأولى انفصال تام عن بقية المراكز.
المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام، وارى الاسامي القادمه في هذه اللحظات والكم القادم في هذا الانطلاق المتميز. نتابع قمه مع المركز الثامن بشعار خليفه بن سالم بن سعيد بن حلوكه، من يقدم قمه مع المركز الثامن. تاسع الانطلاقات، تاسع التحديات على التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا التقدم وفي هذا الانطلاق اللي تسللت في هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الله، وصلت الاسامي الشاهينيه. عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي يتقدم ايضا مع الشاهينيه مع المراكز المتقدمه، وعاشرا نتابع الذيبه مع المركز العاشر محمد بن سلطان بن كلثم الخيالي يقدم الذيبه مع المركز العاشر. هذه النتيجة أكملنا ندانا الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة في هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرى التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. نتابع الصدارة، نتابع البداية مقدمة هذا الشوط. رمشه اللي قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط، مغادرتنا للوحة 3 كيلومترات، ورمشة على الصدارة. عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري من يقدم رمشة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني والتقدم والتسلل مع الظبي لعبد الله بن سعيد بن راشد بن سلومة، من يقدم الظبي مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات غالية لحمدان بن سلطان بن علي السبوسي، متابعا لهذا الانطلاق ولهذا الاندفاع المثير. ومع المركز الرابع أرى التقدم أيضا. الثلاث المراكز الأولى ابتعد كلي عن بقية المشاركات. بدأ الشوط يرتفع أيضا، بدأت حرارة الشوط ترتفع بعد المغادرة للوحة 3 كيلومترات. ومع المركز الرابع أرهني انذار حمد بن سالم بن محمد المدهوشي يقدم انذار مع المركز الرابع. الأسامي القادمة والشعارات القادمة والتحديات القادمة مع المركز الخامس. نتابع القدوم في هذه اللحظات مع شواهين لمحمد بن حمد بن سالم الاكتبي مع المركز الخامس. المركز السادس أرى التقدم لمختاره لأحمد بن عتيج بن علي بن خفية الاكتبي، يقدم مختاره مع المركز السادس. الست المراكز الأولى، ولكن الاسم القادم مع المركز السابع. نتابع اسعفه تتسلل بأول ندى مع المركز السابع. ما يبنى لها طاري سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي يتقدم ايضا مع اسعفه بهذا القدوم. وعلى المركز الثامن الشاهينيه عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي يقدم هذا الاسم على مستوى المركز الثامن. المركز التاسع وارى الاسم القادم ايضا، التحديات القادمه في هذه اللحظات والمجموعه الاخرى مع تحديات هذا الشوط، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع البداية والمقدمة، وبن سلومة ينطلق بناموس هذا الشوط.
نتابع الصدارة، البداية والمقدم والظبي، من تقود هذه الجموع، من تنطلق بناموس هذا الشوط في هذا الأداء المتميز. عبد الله بن سعيد بن راشد بن سلومة الخاطرية القادمة من ميدان السوان مع هذا الانطلاق المتميز. ولكن نتابع المركز الثاني، نتابع ربشة عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري، يقدم ربشة على مستوى المركز الثاني. ثالث المراكز تتقدم غالية مع المركز الثالث لحمدان بن سلطان بن علي السبوسي وشعار بن سليم، يتقدم مع شواهين محمد بن حمد بن سالم الاكتبي. ولكن أرى التقدم أيضا التسلل في هذه اللحظات. نتابع اسعفه للسلطان بن علي بن سلطان الاكتبي. لنا عودة مع الصدارة بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخيرة. انطلقت الظبي، باعدت المسافة، انطلقت بناموس هذا الشوط. عبد الله بن سعيد بن راشد بن سلومة الخاطري يقدم الظبي، انطلقت في اللحظات الأخيرة، زادت من سرعتها مع الأوامر في الأمتار النهائية. الظبي عبد الله بن سعيد بن راشد بن سلومة الخاطري يقدم الظبي، يقدم هذا الانطلاق، يقدم هذا الاندفاع المتميز. سلام السوان، سلام، اسعدت مساء يا هالي جلفار مع هذا الاداء المتميز اللي تقدمه الظبي. عبد الله بن سعيد بن راشد بن سلومه الخاطري يقدم الظبي بدون اي منافس، بدون اي منازع، تصل الى خط النهايه مع هذا الانطلاق المتميز. تهانينا من الاعماق لعبد الله بن سعيد بن راشد بن سلومه الخاطري على فوز الظبي بالمركز الاول وبدون اي منافس، بدون اي منافس، تصل الى خط النهايه. سلام السوان، سلام، مع الاداء المتميز اللي قدمته الظبي ولحظات وصولها الى خط النهايه، بينما اللي وصلته مع المركز الثاني. هذه لحظات الوصول ايضا مع مشغله للسلطان بن علي بن سلطان الاكتبي. المركز الثالث الشاهينيه عبد الله بن محمد بن علي بن عمير. المركز الرابع تاتي ايضا ندى لعبد الله بن محمد بن عويضان. ومع المركز الخامس طم لخليفة بن سالم بن حلوكة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة. لنا عودة مع التوقيت الزمني 12:48، 3 أجزاء من الثانية هو توقيت الظبي. تهانينا لمالكها عبد الله بن سالم، عبد الله بن سعيد عفوا بن راشد بن سلومة الخاطري على فوز الظبي بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. هذه لحظات الوصول مع المركز الثاني تتقدم أيضا، فاجأتنا في اللحظات الأخيرة مشغلة 12:58، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسلطان بن علي بن سلطان بن هناوي الاجتبي واللي وصلت مع المركز الثالث. المركز الثالث تاتي الشاهينيه بتوقيت زمني مقداره 12:59، بالوفاء والتمام. تهانينا لعبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، تهانينا للجميع والناموس. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، نجدد لكم